مولود العذراء الجو العام جيد جدا، كل الكواكب عم تدعمك وبتقدم لك المساندة، بترفع من معنوياتك وبتخليك تحقق انتصار، وبتبين عن مظاهر أو عن مزايا رائعة تحت تأثيرات الشمس وعطارد من برجك. المشتري وأورانوس من برج الثور، هالأمر بخليك تحقق أحلامك وبيعطيك دعم حتى تتقدم بطريقة سريعة جدا جدا دون أي اعتراض. لكن بدك تنتبه من نهار السبت، وجود القمر بالقوس ما بيعنيك بسبب لك أوضاع صعبة، لازم تعيد حساباتك لأنه في توتر بالأجواء، في ضغط، في مواجهة مع الزملاء والمسؤولين، أجواء صعبة ما بتسمح لك بالتقصير ولو جزئيا. لكن رح تتحسن الأوضاع لحظة وصول القمر لبرج الجدي، أجواء جيدة 100%، أحد والتنين بتستعيد فيهم حماستك وتفاؤلك ونشاطك وحيويتك على كافة الأصعدة، بتتصاعد شعبيتك وبينفتح قدامك فرص مهمة حتى تقوم بأعمال كتيرة، تهتم للدفاع عن مشروع لإلك، ممكن تفكر بسفر وتخطط لرحلة استجمام، ممكن تتوضح الصورة الفلكية مع وصول القمر كمان لبرج الدلو. الثلاثة والأربعة يومين حلوين حفلين بالنشاطات والازدهار الاجتماعي وغيرهم، بتتجاوب مع التأثيرات الفلكية وبتحقق معظم رغباتك، رح تزيد شعبيتك وتفرح لوجود أشخاص أوفياء بالقرب منك. لكن ممكن تلاحظ بعض التقلبات والانزعاجات والمضايقات والعصبية والقلق. الخميس والجمعة لحظة وصول القمر لبرج الحوت لمعاكسة برجك، فترة معاكسة بتسبب لك تقلبات متعددة على كافة الأصعدة، ممكن تلاقي حالك بورطة أو بموقف محرج بسبب خصم أو منافس أو حاسد لئيم، المجازفة ممنوعة كليا. عاطفيا، وجود الزهرة بمعاكسة برجك من الأسد بخليك تعيش حياة شخصية متقلبة، حاول عزيزي العذراء انك تبتعد عن الاشخاص المشاكسين يلي بيسببوا لك بمناخ متوتر تكتر خلاله الالتباسات والخلافات، ما بيجوز الاستخفاف بمشاعر الشريك. اما العازب ممكن يعاني او تعاني علاقته الجديده من سوء تفاهم، حاول انك تبتعد عن التسلط وفرض الراي.